احذري أن تفعلي هذا الشيء مع زوجك، لأنه حرام ونهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. قد يقع الإنسان في خطأ ما دون عمد أو قصد، وكذلك الأمر بالنسبة للأمور المحرمة والتي لا يعلمها معظم الناس لعدم السماع بها من قبل. واليوم نتحدث عن أمر في غاية الخطورة تفعله الكثير من النساء دون دراية بخطورة الأمر، والذي قد يؤدي إلى كرهها أو حتى طلاقها من قبل الزوج، والأهم من ذلك غضب الله عليها. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمتابعة كل ما هو جديد. تعتبر النساء مصدر السعادة والراحة بالنسبة للرجال، سواء كانت روحية أو جسدية، وأوصانا الله تبارك وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بحسن معاملتهن، ولا بد للعلاقة بين الزوجين أن تقوم على الاحترام والحب المتبادل. ولكن للأسف بعض النساء يقعن في خطأ دون دراية بأنه حرام، وقد يجلب عليها غضب الله. هذا الخطأ بوصفهن لصديقتهن ومفاتنهن، لأنها بذلك تلفت انتباه زوجها لصديقتها، وقد يعجب الزوج بالصورة التي ترسمها له زوجته، فيقع ذلك على عاتقها، حيث يكرهها أو يحب صديقتها، فيؤدي ذلك إلى طلاقها أو محاولة للوقوع في أمر محرم والعياذ بالله. حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها لأنه ينظر إليها. وكان ذلك نهيا صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء عامة وللزوجات خاصة. قال الحماسي: الحكمة من هذا خشية من أن يعجب بالوصف المذكور، فيؤدي ذلك تطليق الوصف أو الافتتان بالموصوفة. لذلك يجب أن نوضح عليك أختنا الكريمة أن تبتعدي عن هذا العمل المحرم لتعيشي حياة هادئة مع زوجك تبلغها السعادة والسرور. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر هذه الفيديوهات، وشكرا لكم في النهاية.